عندنا المحرمات أربع درجات. الصغائر والكبائر. كبائر مثل شرب الخمر. هذا الذي يفعل الكبيرة هذا لا يكفر. لكن على خطر عظيم. لأن الكبائر تؤدي للشرك الأصغر. نعم الكبائر تؤدي للشرك الأصغر. والشرك الأصغر يؤدي إلى الشرك الأكبر. الذي يفعل الكبيرة لا يكفر. لكن خطر عظيم. نقول هذا الطريق اللي يؤدي بك للكفر الأكبر. ولا بد أن أمنعك من شرب الخمر. لا نسمح لك بشرب الخمر لأنك مسلم. وأنا لابد أن أقوم بحقي تجاهك لأنك مسلم. قلنا لكم لابد نتعاون. لابد نأمر بالمعروف. ننهى عن المنكرات. لكن لا تضرب. لا تسب. تدعو بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.